بسم الله الرحمن الرحيم. قدمنا للحج من خلال جمعية أهل القرآن والسنة. الكلام ده بقالنا 6 شهور أو 7 شهور، وبعدين قال لنا على يوم امبارح نية هنستلم الجوازات السفر. رحنا الجمعية لقيناها مقفولة، قالوا لنا ده الحاج مجدي والحاج عاطف موجودين في اسم الجيزة. رحنا اسم الجيزة قالوا ده ان هم نصب عليهم اللي اسمه محمد هاشم وطلعت سيد القرشي، وعملنا محاضر ورحنا نيابة وجينا هنا هوت امبارح، وقعدنا السفير بعت لنا ان احنا لو القرشي خد فلوسنا هيدينا التأشيرة. النهارده الصبح قال لا مفيش تأشيرة، قال في فلوس وشوية، قال ان يروحوا للأموال العامة. دلوقتي احنا مش عارفين مين اللي يروح للأموال العامة. يدوحونا ولا ايه؟ يدوحونا. احنا مش عايزين حاجة الا التأشيرة، ولا نتنازل عن التأشيرة. مش عايزين فلوس، عايزين التأشيرة، وهو في ايده انه يدينا التأشيرة. حرام عليه. لا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يجوا ينصبوا علينا ليه؟ ده احنا بننفعهم، احنا اللي بنقوم بلدهم. اكتر حجاج واكتر مؤتمرين من مصر. حرام عليك. احنا رايحين بفلوسنا، مش رايحين ننصب، ورايحين نشتغل ورايحين نعمل. ده حد بيرد الحج. لا لا لا، امر ده ربنا. وهو ده سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يعني احنا بنأدي الفريضه اللي قال عليها ربنا واللي امر بها سيد المرسلين، ان احنا نحج بيت الله ودفعنا الفلوس واتنظم علينا قدام الناس كلها. وحرام. نقول على السفير، اقول لك على السفير، قال هات ما يثبت ان السعودي خد الفلوس، جابوا له بالنيابه ما يثبت انه خد الفلوس، ان هو خد الفلوس. وبعد كده قال ايه؟ ضحك علينا، قال روح بقى للنايب العام. طب ما من الاول كنت روح، قلت روح للنايب العام، لكن عشان بيضيع الوقت. لا، والاموال العامه والنايب العام عايز يمشينا من هنا وبس، عشان ايه؟ ما ناخدش اي حاجه. لكن هو ما قال هاتوا ما يثبت. احنا عايزين رساله كده، رسالة مصريين لمصر. احنا عايزين نقول للمشير طنطاوي شوف لنا حل للمشكلة اللي احنا فيها دي. احنا في مأزق جامد جدا قوي. احنا كنا بنتمنى من ربنا والحاج المشير ده بيمثل رئيس الجمهورية. استني يا ست، مشير طنطاوي ده راجل طيب ويمثل رئيس الجمهورية. احنا عايزين يجيب لنا حل، يجيب لنا حل في المصيبة اللي على قدنا ديت، لأنه ما يرضيش ربنا ولا يرضيهوش ان احنا يتنصب علينا. وبعدين الفلوس جايين بيها شهرين بيها بقى لنا 30 سنه، ونفسنا ان احنا نحج بيت الله. وربنا يكرم المشير طنطاوي، احنا عارفين راجل طيب وراجل محترم وراجل كان من ابطال حرب اكتوبر، واحنا من ابطال حرب اكتوبر كمان. المشير الشعب كله معاك، واحنا ضد اي فتن، واحنا ضد اي حد يخرب في بلدنا. اقف جنبينا بعد الله، واحنا نفسنا نحج كلنا. يا مشير الحقنا قبل ما يتدخل ناس تانية من مصلحتها تخرب البلد ويقولوا الجيش بيضرب في الشعب. الحقنا قبل ما نصطدم مع حد، قبل ما يدخل ناس فينا. الحقنا يا مشير، الحقنا يا مشير. احنا عايزين نحج، احنا عايزين نحج، عايزين نحج، عايزين نحج بس يا اولاد. حرام عليكم، عايزين نحج. يا عم اقفل، يا عم اقفل يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. استخبارات السعودية مناشد السفير السعودي يشوف لنا حل. هل السعودي هو اللي سرقنا ولا المصري؟ واحنا مش عايزين منه حاجة الا تأشيرة بس. وبنشدد المجلس النائب العام يحاول لنا يقبض على الناس ديت ومنعها من السفر. نمرة 2، المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجيب لنا حقنا. احنا مش لاقيين حد. السفير كل شوية بيوعدنا بحاجة وفي الآخر بيقول لنا روحوا مجلس الدولة للأموال العامة. بس آية القضاء للأموال العامة. احنا اللي هنروح ولا هم اللي يحولونا؟ احنا عايزين نحج. احنا مش نازلين على كل حاجة إلا تأشيرة. عايزين التأشيرة، يدونا التأشيرة. التأشيرة مش هتنقصهم ولا تزودهم حاجة، صح؟ بس وحسبي الله ونعم الوكيل. هو مبرر دور يا ابني، عايز تاخد معانا تحليل كمان نقول لك. والله العظيم يعني احنا مسلوقين. حرام حرام يبقى نستلم. دور يا ابني. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.
نعلم الناس جايباها منين؟ 30 سنة بنحوشها. حسب الله ونعم الوكيل فيكم. عندي كام سنة يا حاج؟ عندي 67 سنة. في حد منكم مات أول ما سمع الخبر؟ ثلاثة ماتوا. واحدة توصلت. ثلاثة ماتوا أمال عند الاسم. عندها كام سنة؟ شباب يعني بقدم لهم فيها دي حاجة وستين. حاجة وستين. عنك ماكو بتعنى خد قول له هو قول له اجيب فلوس منين دلوقتي هم لما حوالي 11 مليون هنجاخد احنا بقى فلوسنا منين دلوقتي معاك في قرار اتعمل ان هم حبسوا الاثنين المصريين وقالوا ان في واحد سعودي متهم والتاني هرب سافر يعني انا عارف انه فلوسنا منين اسمه محمد هاشم القرشي محمد هاشم القرشي ومجدي وعاطف دول من اللي هم بتوع الجمعيه المفروض ان النيابه تعرف الارصده بتاع الناس دي فين وتوزع على الناس دي حتى لو تخصم مننا 500,000 من كل واحد اذا كان في خسائر حصلت انما الخسائر ما حصلتش بالمبلغ كله لان مفيش لا في حد حجز حاجه في السعوديه ولا في طيران اتحجز ولا في تاشيرات طلعت الفلوس بتاعتنا راحت فين الفلوس مع عاطف وعاطف هي وانا معاه الفلوس ولا في تاشيره دفعت فلوس ولا حاجه مع 11 مليون احنا عايزين فلوسنا هو فين عاطف دلوقتي بيقولوا مع السعوديه النيابه السعودي معاه 3000 بس مع عاطف والعاطف في النيابه في اسم ايه عاطف؟ اسم الشرطة الجديدة في النيابة اسم الجديدة على البحر يعني المفروض السفير يروح جايب لنا التأشيرة وبعدين يحاسب الرعاية بتاعت بلده لكن احنا مالناش ذنب ناخد فلوسنا ونمشي بيها حرام كده احنا رايحين بيت الرحمن رايحين لربنا حرام مين؟ ليه يعملوا فينا كده؟ احنا رايحين لربنا لسه والله قاعدين عند ياخدوا فلوسنا ويمشوا ليه؟ هو يسيبنا كده ولا يسألش فينا؟ احنا عايزين الحاجه مش عايزين الفلوس هو مش طايلين منهم حاجه وبعدين تروح حرام اللي بيعملوا كده مالها مصر حرام بيضطهدونا ليه؟ لو اي حد في بلد تاني كانوا يعملوا كده فيهم ياخدوا فلوسهم ويوركوا فيها ربنا مع الجميع